اهلا بكم في موضوع الاستعراضات. بنشوف في العالم كله عروض، محاضرات، ندوات، مؤتمرات، معارض، حدائق، زواحف، كلها خاصه بالثعابين. الحاجه هذه حلوه والحاجه هذه مطلوبه جدا. مطلوب انه نشوف ونتعرف، مو الثعابين بس، كل شيء. لكن بما انه احنا بنتكلم عن الثعابين، الحاجات اللي بتصير عن الثعابين للأسف الشديد على مستوى العالم يمكن قليل. ما بنشوف معارض خاصة بالثعابين أو أشياء خاصة بالثعابين إلا قليل جدا. الأشياء هذه مطلوبة، ومطلوبة بشكل ملح، لكن مطلوبة بشكل احترافي. في عالمنا العربي ويمكن في العالم كله بنشوف ناس للأسف الشديد بيقدموا عروض، بيسووا محاضرات، بيتكلموا عن الثعابين، لكن للأسف بدون احترافية، للأسف بطريقة عشوائية ممكن تضرنا أكثر مما إنها تفيدنا. بنشوف واحد بيرقص الكوبرا، واحد مش عارف إيش بيعمل، واحد بيطلع ثعبان وبيستعرض بيه قدام الناس، وهذا ثعبان وهذا مش عارف إيش، وفاكر إنه كده خلاص صار هرقل ولا طرزان. كلام ما له أي معنى وما له أي لازم. واحد بيبوس الكوبرا، واحد بيحضن الكوبرا، واحد مش عارف ايش بيعمل مع الكوبرا، كله كلام في كلام. الشخص اللي بتفرج بيطلع بدون نتيجة. مآسي كتير بنشوفها، وللأسف الناس فرحانة وماسكين الجوالات وبيصوروا ومبهورين من الحاجة اللي بيشوفوها. في شخص بيجيب تعبان وبيطلع منه السم وبيشرب السم قدام الناس، الناس طبعا مشدودة، واو شرب السم، راجل ما شاء الله عليه فظيع، وشغالين تصوير بالجوالات، ولا بيسوي سيلفي مع الثعبان، ولا بيسوي سيلفي مع المدرب اللي بيسموه مدرب او الكابتن، ما ادري مدرب وكابتن ليش. لكن عموما بنخلص بنطلع من المولد بلا حمص، ما استفدنا ولا حاجه غير انه اتفرجنا وبس. ايش المعلومات اللي وصلت؟ ولا حاجه. واحد تاني بيجيب الثعبان وهو حي، بياكله قدام الناس وهو حي، بدون ما يغسله، بدون ما يذبحه، بدون ما ينظفه، بدون أي شيء، بجلده، بالأشياء اللي موجودة جواه، بالدم اللي فيه. طيب يعني خلي كل شيء، الدم لوحده حرام في الإسلام إنه ناكله أو نشربه. للأسف الشديد بنشوف المناظر هذه قدام عيننا ما بنفكر فيها، ما بنقول صح ولا غلط. الشخص هذا اللي بيأكل الثعبان هو ني، فكر شوية انه الحكاية هذه حكاية فيها نوع من التوحش. لو جبنا له دجاجة، الدجاج حلال ناكله، لو جبنا له دجاجة حياكلها وهي صاحية؟ اعتقد محتاجين نفكر. كل واحد بيقول كلام وبيقول معلومات وبيفتي في الموضوع بدون رقيب ولا حسيب. اي واحد بيتكلم عن الثعابين واي واحد بيقول معلومات عن الثعابين، والناس بتاخذ الحكاية هذه مسلمات وبيشتغلوا بناء عليها، وممكن في يوم من الايام معلومة من المعلومات هذه تضرهم. عشان كده لازم نوقف ولازم نفكر ونشوف هل الاشياء هذه صح ولا غلط. هل العروض أو المحاضرات أو الندوات أو حتى حدائق الحيوان اللي كاتبين معلومات عن الثعابين، هل اللي بنشوفه واللي بنسمعه صح ولا غلط؟ محتاجين نوقف ومحتاجين نفكر، محتاجين لعروض ومحتاجين لكل شيء، ولكن بشكل احترافي. أنا ما ألوم أي واحد بيسوي عروض أو بيسوي أشياء خاصة بالثعابين، لأنه مو هو
السبب، السبب احنا، احنا اللي بنشجعه ماديا وبنشجعه معنويا، بنطلعه بطل مع انه ما سوى حاجه. كل واحد ممكن يتعامل مع الثعابين بس بالعلم، العلم لوحده هو اللي يخلينا نتعامل مع كل حاجه. ما علينا، خلينا منهم، خليهم يسترزقوا، لكن اللي يهمني انه نشوف ونفكر ونقرر ونصحح كل شيء بنشوفه في حياتنا. لا ناخذ الامور مسلمات، لا ننبهر بالصوره فقط ونترك الباقي، لانه الصوره مهمه، لكن اللي بنكتسبه من وراء الصوره هذه اعتقد انه اهم، لانه حنحتاجه في يوم من الايام. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.